احنا متشكرين جدا لان احنا الحاجات الملحوظات اللي احنا يعني قلنا ده كذا ده كذا ده خلاص تم الموافقه عليها. فانا ببارك لكم وبارك لنفسي وبارك لكل اعضاء مجلس الاداره وبارك لحضراتكم جميعا هذه اللائحه او بلاش نقول الدستور الجديد الجميل الرائع اللي ان شاء الله كل الانديه هتعمل زينا. احنا دايما نمره واحد، الاهلي نمره واحد حقيقه. يعني هو يصعب الكلام، والكابتن حسن حمدي موجود لانه الحقيقه ليه بصمه في كل واحد من اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين دلوقتي. يعني كل الناس اللي الحقيقه اللي موجوده في مجلس الاداره غالبيتها الحقيقه تتلمذ على ايد الكابتن حسن من خلال مجالس ادارات الحقيقه تعلمنا فيها يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه ازاي ندير النادي الاهلي. فالحقيقه له كل التقدير والاحترام من كل الناس الحقيقه اللي النهارده موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله عندنا ان شاء الله جمعيه عموميه يوم الجمعه الجايه، جمعيه عموميه مهمه. ان مجلس اداره النادي خلال فتره الانتخابات وعد بان ان شاء الله تكون اللائحه خلال السنه الاولى تكون انتهت. بالفعل في عدد كبير جدا من الحقيقه الشخصيات والقامات الكبيره الحقيقه اشتغلت في اللائحه. كان في حوار طيب جدا الحقيقه مع كل اعضاء النادي الاهلي على مستوى الثلاث افرع، مع شخصيات عامه على مستوى الدوله، في مؤسسات كتير، في مجال الاستثمار، في مجال النظم الاداريه. قدرنا نوصل بالشكل الحقيقه اللي يليق باسم النادي الاهلي، نكون في لائحه الحقيقه محترمه جدا. اللائحه دي ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه الجايه هيبقى في تصويت عليها. طبعا العدد 12500 عدد مش قليل، عدد كبير، محتاجه الحقيقه تكاتف من الناس، محتاج ان الناس تبقى موجوده، محتاجه ان الناس تبقى عندها هدف واضح ليه الحضور. فان شاء الله باذن الله رب العالمين كده يكون يوم كده تاريخي في تاريخ النادي الاهلي. عايز اقول ان انا سعيد جدا من بجد، يعني سعيد ان انا باجي لكم بقعد معاكم. يمكن بقالي مده ما جيتش، لكن اول ما قال لي كابتن حسين الحقيقه وانا قلت له كذا مره بحب ان انا اجي واشوفكم واقعد معاكم. انتوا فريق مثل للنادي الاهلي، النظام يعني يكفي ان انت كلكم عندكم كلمه واحده، يكفي ان انتوا عندكم مواعيد ونظام بتحافظوا عليها في تدريباتكم. الرياضه دي اجمل حاجه في الدنيا. صحيح انا نفسي بعيد عن الرياضه، لكن بحسدكم ان انتوا بتجمعوا مع بعضيكم وبتتمرنوا مع بعضيكم وعايشين حياه رياضيه جميله جدا. اصبحت احدى سمات النادي الاهلي فريق الصباح من قديم الزمن، وعشان كده الواحد فخور بيكم، واتمنى ان انتوا تقعدوا كده على طول تستمروا. وكل ما اتمناه لكم وللنادي، يعني عايز اقول من الاخر يعني حافظوا على النادي، حافظوا على فرقتكم، لان هي ديت سمه النادي الاهلي وسمه اعضاء النادي الاهلي بتوع فريق الصباح اللي احنا طول عمرنا نعرفهم من قديم الزمن. النهارده يمكن هي دي الصوره مش هنشوفها في اي نادي تاني. اجيال فعلا بتسلم بعض، وانا فخور وسعيد اللي انا موجود في وسط هذا الجمع. وان شاء الله نستناكم 28، وزي ما كابتن حسين قال احنا عندنا استعداد نستقبل الجمعيه العموميه على مستوى ال 140 الف عضو بمنتهى التيسير على كل الاعضاء ان شاء الله باذن الله. مجموعه العاملين على مستوى الثلاث فروع من اصغر عامل لغايه يعني المدير التنفيذي بحكم المنصب بس مش اكتر، اخواتنا سفلوه حسن مسعود وسفلوه فيشاوي واستاذ خالد مرسي وكل العاملين على اتم الاستعداد. اليوم ده فعلا يبقى احتفاليه كبيره لاعضاء النادي الاهلي، وبيقدموا ان شاء الله باذن الله الخدمه ليكم بحيث انتوا تيجوا ان شاء الله تبقى اكبر جمعيه عموميه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ مصر ان شاء الله باذن الله. انا سعداء اولا باول حاجه بوجود الكابتن حسن حمدي معانا، اللي احنا تشرفنا، انا واحد عن نفسي تشرفت بالعمل معاه تحت رئاسته، وادالي الفرصه ان انا ادخل منظومه مجلس اداره النادي الاهلي. وطبعا تاني حاجه ان احنا مع حضراتكم ده شرف لينا. وفريق الصباح زي ما قال الكابتن حسن هو فريق المسل والقيم والاخلاق والانضباط في النادي الاهلي. من واحنا اطفال بنقول فريق الصباح ده هو المثل، وهو اكبر قاعده وقوه ضاربه بتسند النادي الاهلي في جميع مواقفه. فطبعا التواجد يوم الجمعه ان شاء الله بالذات مع فريق الصباح ده بيطمننا احنا كمجلس اداره، بيطمن النادي الاهلي، لان فريق الصباح ده قوته وتاثيره في تواجده في يوم زي ده ان شاء الله هيكون في رسم الدستور ومستقبل النادي الاهلي. اللي احنا بنقول اللائحه دي هي صوت الجمعيه العموميه
لانها اتعملت من اراده الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي، وان شاء الله هتكون في الصالح، ونامل باذن الله ان يوم الجمعه ده يكون بسمه وامل لكل اعضاء النادي الاهلي وجماهيره.